ايه معنى الانترفاس جنرال؟ هذه شوفها الاندكس، فيها الشا والديت، وفيها كريت نيو فورمولاي. معنى في كرياسيون على هذا النيفو اللي وصلنا له آخر مرة في التوتريال اللي فات. هذا شو صنعنا، عملنا الكرود لي زونتيتي، عملنا البندل بتاعنا، وتو واش راح نعملو معناتها كل ما هو انترفاس ديزاين. عندي هنا الفيشي تاعي تاع الاندكس، هي اللي فيها ال HTML معنتها الخدمة اللي نحبو نوصلولها. ال HTML template تاعنا من هني، هذا الدوسي متاعنا نقطع الطول هنا. نحط دوسي بيبليك ونحط في ريسورس، نجي نحط في ريسورس دوسي بيبليك. عندي هذا مش نحط في ريسورس اللي هو موجود فيه سي اس اس، موجود فيه سي اس اس، نهزو كل دوسي بيبليك ونجي لنا ريسورس نحطه مع هذا. هذه طريقة معناتها تنجم كل واحد شنو الطريقة اللي حاب يخدم بيها. نسيب ناخد دوسي هنا نحطو لنا بليك، ونجي توا لل لاندكس نتاعي نحلو نسيب بهذا. الاندكس تو شنو شيولي عنا لنا الاندكس، شنو نقسمو، شنو نعملو الانتيغراسيون تاع التمبليت هذي. الاندكس هذايا شنو فيه، فيه الهيدر وفيه البودي. الهيدر شنو حاشتنا بيه احنا الهيدر، حاشتنا بالفيشي اللي تربط مع سي اس اس. الليان هذا حاشتنا بيه، نمشيو للدوسي متاعنا هنا، وعندنا احنا ريسورس هنا، وعندنا فورمولا لمنا بالكريت صنعنا بالفيشي هذا الاوتوماتيك. نجيو للاندكس للباز زمان باز بوان كامل بوان بي، نبدلو لهو الليان، نحطو الليان تاعنا اللي يربط بالسي اس اس. تا
اليوم نتاع 500 تبدل ما عادش كيما اليوم نورمال، معناها لازمك تجي لنا تحط شريط في عوض ما تبدأ ديرك تحكي على ال URL نتاع البوشين نتاعك، تجي تحط أسيت هناك بندل و CSS ستيل و تحط هذاك باش يربط مع CSS نتاع البوشين. لنا يا ريتوش حطينا بندل، ما عندناش احنا بندل في ال في الفيشية هذي، ونحطينا احنا سي اس اس حطيناه في ال ريسورس. ندخلو لنا الفونت يوزر بندل وندخلو للريسورس، نورمالمون نحطو ريسورس فيو ريسورس فور اكزامبل وفيو ريسورس، بعتلي بوبليك وبعتلي سي اس اس، نورمالمون هيك يعني لابوريسونس. لكن كي احنا نعطيوش الاربوريسونس نتاع الديفلوبر، نعطيو الاربوريسونس نتاع الكليون. الكليون يلقى على الريل هذي، هو يلقى على الريل هذي. كيفاش نعرف واحد ديما لهنا تحط بندل هذي ما تتبدلش، ديما لازم تبدأ بها، وهذه هي نفسها النوع نتاع البندل نتاعك. النوع نتاع البندل نتاعنا هو ديما فور يوزر بندل، هذا تليفون تحطها مين سكيل فون، وبعد تلي تزيد يوزر بندل تحط هذه يوزر تزيدها، وهو اوتوماتيك. تا باش نشوفو كي نعملو ليني دي كوموند، باش نشوفو كيفاش يجينيري اوتوماتيك، معناتها الدوسي اللي حطيناه في البيبليك يمشي يجينيريه يحطو هنا في الويب، يولي يطلع في الويب. تو الويب هنا ما عندناش احنا دوسي هاد، هو تو باش نخدمو ليني دي كوموند يخرجو ديريكت الويب. نمشيو نعملو بي هاش بي بين سلاش كونسول، نعملو اسباس بعدين نحطو فاسيت، نعملو دوبون، نعملو اسطر و نعملو يمشي يجينيري في الكوتي كليون، يجينيري لو كوشي. هاو انا زاد قلت لهنا زاد دوسي بندل وحط في وسط الدوسي الفوند يوزر اللي احنا حضرناها للناس، ومن بعد حط السي اس اس، من بعد تلقى ستيل. دونك هيك يولي الستيل متاعنا يخدم. حتى نمشي نتستيو معناتها نشوفو الستيل يتبدل ولا لا. إذا كان الفيشي صار هاي من باهي مربوطين مع بعض الفيشي، كانت ستيل يخدم ديرك. هاك شفتو توا الكتيبة تبدلت، يعني كبتة سي اس اس ولا تخدم سي اس اس. يعني نمشي نشوفو مثال باك تو ليست، معناتها تتبدل الفورمة نتاع الكتيبة وكل شيء. دونك كبدا سي اس اس نتاع به. طب مازال الانتجراسيون، مازال لنا كل ما هو الفيو والفورميلار نتاعنا كيفاش نعملو، هي تبدل الكريتير به. نجيو للبارتي توا اللي حاجتنا بها، المهم هي البود، هذه البارتي بود هي اللي حاجتنا بها، وهذه هي اللي فيها الخدمة الكل نتاع سي اس اس. نهزو ال اتش تي ام ال هذايا نتاع البودي، هذا في وسط البودي الكل نهزو، نهزو هذا الكل في وسط البودي. نجيو نخليو هذاك المو
موجود بكل سهم سوشي، نجي نحط كنترول V لهنا، كنترول نسجل كنترول S، نشوف تستي تو يزمو يفرشينا الخدمة القديمة اللي كانت عنا، ويفرشينا زادا الفورمولا معناتها الفورمولا اللي يفرشيها جيس معناتها HTML و CSS. هاك شوف هذه الخدمة القديمة وهذا الفورمولير نتاعنا يفيشي فيه بالباهي، هذا جيست سي اس اس يعني ولا اتش تي ام ال تويك، احنا نحكيو على تويك تو مش نحكيو اتش تي ام ال. هذوما يخدمو تو هذا الانتيغراسيون مبدئيا سوا عملنا الانتيغراسيون، لكن انتي مازال فونكسيونمون انتيرن مازال ميخدمش، يعني انت كي تخدم تكليكي لهنا على الفاليد دي ريبونس ما يعطيك شيء. دونك لازم هذا نصلحو، كيفاش نركبو؟ نمشيو فما في شي اسمها لما تجي على الكروم هنا تلقاه ديجا جينيرال في شي، هو سهل بولدر نتاعك، البولدر هذا هو اللي يسكيبي بال الانتيغراسيون كيما كيما الاسكيل يجوتي يعني لي نو نتاع لي شون. في هذا اللي نوت على الشوش نزيدو نحنا سبيسيفيكاسيون حاجتنا هذا وش نعمل الانتجراسيون تاعنا به. اول حاجة قبل ما ندخلو لهنا نبدلو ونركبو احنا ديجا هذه البازا اش نخدمو هذه اقل حاجة مش بحاجة ديزينبوت لنا، لازم يفرشينا الراديو ولازم يفرشي الريبونس كيف نك، يعني شك كاستيون نتاعي كل واحد كاستيون يزم يفيشي ريبونس واج هيتر هيلبر بروسيس. هذه عنا ديجا النقطة الصغيرة اللي عنا باش نعطيو ديجا خدمت يعني حضرت الباج هذيك هي هذا ناخذ نبدل يعني نجيب البولدر كل وقت نزيدوها جولنا نقولو أزوت وما تنساوش تزيدو هاي سامحو ليكم باش يعرف اللي هو شيخ لما عليك شوية ستيك يختار. أنا عملنا جيست البريمير هذيك اللي نشوفو الفستيوال كان تخدم بالله ولا توا كان الخدمة لازم تقشينا لازم بوت الستيك نتاعهم راديو انا مشيت عامل الشوا وحط تكليز انبوت كيف تاعهم راديو اوكي توا نكمل كيف ناخذو انا عامل ديما هذا الشوا اش نحيو نحن كيستيون تاعنا ايه شنو هنا هي عندك اري اري فيها ليست نتاع لي زينبوت هذا شكرا باش تحط ريبونس نتاع الكيستيون وتعطيه اي دي تعطيه ولا ريبونس نتاع الكيستيون وتعطيه ولا والكل تخدم لهم نفس السيستم جيلي الكل كي نفس السيستم انفيرجيل وتحط ليه ليش ما نقدروش نعاودو في الخدمة هذه كلها باش نعاود هذيك في كوبي كولي وتعطيه الخدمة اللي بعد
qui rientrano le total de 10 questions, 10 questionnaires. Atom, ban, choco, piège, lame, intégration, un peu de l'huile, partagez maintenant sur le serveur, partagez les fichiers, partagez-le. Je vais attendre quelques moments. عندنا شيك بوينت طلع لنا الكيستيون طلع لنا الريبونس تاعها باهي لهنا تو مثال تكنيكي تشوزي حاجة وتروح الريبونس تاعها الريبونس تاعها مين هي معناتها ماكش متوشيش ياسر يعني في الريبونس تقدر تعرفو وتونجيستري ديريكت تعرفو لنا نشوفوا يعدينا ديريكت للباج اللي انريجستري ومن بعد تو مومو تنجم تعاود تجيبوا الفورميلير هذاك وتبدل فيه تعمل ايديسيون دونك كذا الفورميلير صنعناه نرجع نعمل إيديسيون نحب نموديفي في حاجة لحاجة يعاود يفتش لنا كيما كان كيما خدمناه من اللول يقول لنا شنو تحب تبدل ده دكتور الخدمة باش نكملها شنو هي الدور كيفاش من التويت هذا نعمل الانتجراسيون تاعها لكلشي في بلاصتو حتى اللوك نمشيو للفيشي تاعنا نحضر الدور الفيشي تاعنا لليمين لهنا عنا الفروم ستارت الفورم جي والفورم رن الفورميلير نتاعنا الكل موجود هنا بعد ما يعمل ستار اند هو كيما بوكل نقولو احنا فور باتلي اند اند فور هو البوكل يجبد الفورميلير الكل ويحط الفور توا هذا الانتيغراسيون كيفاش نعملو باش نجيو نزلو هاذي نجيو لهنا الفورم العادي هذا محلول نجي نحط الفورم الجديد من بعد نتعب ذلك الآن نجي نشوف الفورم تاعنا ونسكر
هنشيل طبعا نحتفظ نبدأ عمل كيستيان بورد. أيوة هاي كيستيان في بي اتش بي ليست دي ريبونس ما عادش ليست دي ريبونس بتاع الانبوت هذا ما عادش الانبوت هذا ما عادش هاي نجيو للي هذا نحيلها نحيو ليست دي ريبونس بتاع الاتش تي ام ال باقي نحطو ليست دي ريبونس بتاعنا ونزيدو لنا بوان كيستيان كيستيان ان هذاك يعرف اللي هو ديريكت من باش يجيب ليست دي ريبونس بتاع كيستيان ان باش تحطو لنا هاي تعرف تمشي كده على تجي لنا نحي هذا هذوما يلقاهم في ال في ال في الفروم تيب لهنا يلقاهم في جيبه عندي كنا بذلك بالعادة نحو هذا ونعطي الكاستيان عندنا 10 كاستيانات اليوم قاعدين تلاحظوا مش نعمل حاجة كبيرة يعني جيست هنا نضم في الكود ونحطه في السيميفيكاسيون الحاجة من بين مثلا وهذيك القوة متاعها يعني تعمل جيست تعطيش مع حاجتي ويكمل نعمل الخدمة الكبيرة كل كيف اللاجو والموديفيكاسيون والسيكريسيون هو يخدمها مبقاش ديفلوبي فيها نتمنى ان شاء الله حتى 10 كريستيانات حقا باش نتعلمو جيست كتر ولا سان كريستيانات مش مشكلة بس كمان على الفروم تاعنا هذوما حطينا في بلاصتهم لي ريبونس حطينا في بلاصتهم لما عنا هذا النجم المحلي مش حاجة تانية وعنا هذا ريبونس باش يرجعنا لليست
نشوف الخدمة تاعنا واش تعطي. نحيوها فورمير بريستون غادي بون مشكل في كيستون كبت ناقصة الخدمة تستيوها ونشوفوها مع بعض ونرجستري فيديو ولا بالضبط ولا حتى واحد حتى تستيو حتى كريت تعدل تعمل له ريجستر مو كل شيء مريكت ونجمو الخدمة هي نفسها تعاود تنجم تخدمها بيديسيون يعني ترجع عملت هذه الخدمة بيديسيون ويفتشي لك يدمو الباجة اللي حطيتها الباجة اللي حطيتها يعاود يفتشيها تترك اللي باش تنجم تعمل حتى موديفيكاسيون فيها تعاود تعمل ريجستر مو هنا افيشينا طلعنا الباجة اللي عملناها تجي تفد الحاجات مثال تحط لهنا البوست وترجع تحط في البوست دوني هاكم ريتو سامبل انت خوش ورشة وقت جيست ما تسيبت تروح في البوكي كولي تحط الحاجات ما تنظر للسيف طاو بدل هذي بتخليها على الفرنت مرد في الليديسيون شنو وريكم يعني شنو هو الفرق الوحيد ما بين النيو والليديسيون هو خلاص تكتب فرومو هو هنا شو تزيد ايديت بارتو تزيد ايديت الكابتر يركم ده ان شاء الله الفيديو عجبكم نلتقاو في فيديو اخرى ان شاء الله.